ساري أولى فقراتنا لليوم وضيوفنا رح يكونوا ضمن مساحتنا الطبية، فسوريا بتنوع جغرافيتها وبسهولة وبجبالها ووديانة وأنهارها كانت أرض خصبة لاحتضان كنوز طبية طبيعية استخدموها بالطب العربي عبر الزمن. أريج، واليوم قامت مبادرة وطنية لزراعة واستثمار النباتات الطبية، تعاونت فيها عدد من الجهات الأهلية والحكومية وبعض الجامعات. للإضاءة أكثر على هيدا المبادرة معنا بالاستوديو الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمك. دكتور، مبادرة كتير مهمة اليوم عم تطبق على أرض الواقع، خبرنا عنها أكثر، كيف صارت؟ كيف تم الدراسة لها؟ الحقيقة بداية يعني مثل ما حضرتك تفضلتي بمقدمة، سوريا تتميز بمناخ مهم جدا للنباتات الطبية. طبعا هذا مناخ شرق أوسطي، عبر التاريخ كانت النباتات السورية هي نباتات مميزة، ونحن من خلال طبعا دراسة هذه الفلورا النباتية وجدنا بأنه يمكن استثمارها بشكل كبير في صناعة الأدوية، وخاصة وأن هذه المركبات هي مركبات يعني فعالة جدا نتيجة سبحان الله هذا المناخ الذي تتميز به سوريا. كان الهدف هو كيفية الوصول إلى يعني خطة عمل مبرمجة. طبعا نحن بالجمعية أساسا نوعنا برعاية والعناية بالنباتات الطبية المنتشرة في سوريا بشكل طبيعيا أو حتى التي تحتاج إلى زراعة وإكثار، ومن هنا كان موضوع المبادرة التي أطلقت، وكان دور الجمعية هو التواصل مع جميع الفرقاء من أجل الوصول إلى حالة من التشاركية في العمل بهدف تعزيز هذه الثقافة، ثقافة زراعة ونحن استكسار النباتات الطبية، وبالمقلب الآخر كيفية استثمارها بالشكل الصحيح والأمثل، أولا بطريقة الجمع الصحيحة، ثانيا فيما يتعلق بموضوع عدم الحصاد الجائر والانتباه إلى الأنواع الطبية، ثالثا ما يتعلق بموضوع استخلاص المركبات الفعالة، رابعا استخدامها في الصناعة الدوائية من خلال تسجيلها في وزارة الصحة كمركبات طبيعية، خامسا الاستفادة من الأبحاث العلمية التي يعني تقام على النباتات الطبية السورية وفوائدها الطبية. فمن هنا بدأت القصة. طبعا ما جعلنا نعمل على عمل هذه التشاركية والتعاون مع نقابة صيادلة سوريا وأيضا الجهات الأخرى كاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وأيضا وزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم العالي، هو أن هذه النباتات الطبية هي يعني اهتمام مجموعة من الكليات، فتدرس مثلا في الصيدلة وتدرس من ناحية أيضا أخرى من ناحية التصنيف في كليات العلوم، أيضا تدرس في كليات الزراعة، تدرس أيضا النباتات الطبية في كقسم في بعض الكليات التطبيقية من ناحية الكيمياء، كيمياء النبات الموجودة. لذلك هناك الكثير من المهتمين بالنباتات الطبية، هذا جعلنا ننطلق باتجاه عمل مبادرة يعني تشمل الجميع، في إجماع كبير عليها. تمام، يكون هناك للجميع دور في هذا العمل. طبعا حتى لا أغفل، هناك أيضا اتحاد غرف الزراعة، أيضا هناك تعاون، والاتحاد أيضا كان له تعاون مع هيئة الاستثمار السورية، مع جمعية المخترعين، جميع الجهات المهتمة بالنباتات الطبية، ومن هنا طبعا نحن نركز على التشاركية في العمل. نحن بحاجة إلى بالبداية إلى عمل ما نسميه نحن أطلس سوري جديد يتضمن الفلورا. هناك الكثير من ما عملوا في هذا الاتجاه، الحقيقة هناك جهود فعالة جدا في هذا السياق، ولكن نحن بحاجة إلى أطلس جديد ملون يتضمن نباتات الفلورا السورية الطبية بشكل واضح. هناك جهد الآن لإنجاز هذا الأطلس. هذا الشيء بيتم ممكن يصير بعد المبادرة؟ تمام، بدأت المبادرة، من ثم ننتقل إلى الأطراف التي تستقوم بالعمل. طبعا هناك جهات خلينا نقول علمية ستساعدنا في موضوع البحث عن الفلورا السورية المنتشرة طبيعيا في سوريا وتحقيقها وتصوير كل نبات، لأن هناك مشكلة دائما في النباتات الطبية هو موضوع التشابه، بمعنى أن تداول
نحاول الاسم الشعبي لا يعطي نتائج كافية. يعني حينما نقول اسم النبات شعبيا قد يسبب لنا مجموعة من الأخطاء فيما يتعلق في الاستثمار وفيما بعد. لذلك علينا أن نقوم بتحقيق هذا الموضوع بالصور الدقيقة والواضحة والتي تحدد نوعية النبات ومكان نموه وما هو التنوع الذي تتميز به سوريا. المرحلة الثانية ستكون هي طبعا خلال المرحلة الأولى سيكون هناك جولات ميدانية على المناطق التي تنتشر بها النباتات الطبية. والحقيقة هناك بعض الجهود التي قامت بها نقابة سلالات سوريا بالتعاون مع مديرية الزراعة في اللاذقية ومديرية الزراعة في حماة، وفعلا بدأت نتائج تظهر من خلال ما نسميه بالدراسة المبدئية. مثلا في اللاذقية هناك عمل مهم جدا لمديرية الزراعة هناك، ووصل إلى مثلا اقتراح بأسماء 13 نبات من النباتات التي تحتاج بالفعل إلى عناية واستثمار في هذه المنطقة. وهنا نشكر بدورنا الفريق العامل في مديرية الزراعة، والحقيقة كان لهم يعني فضل كبير في التعاون في هذا الاتجاه. الأمر الآخر هو فيما بعد، يعني بعد ما نقوم بدراسة هذه النباتات ميدانيا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي تمييز ما هو بحاجة إلى حفاظ، يعني محميات، يعني غير مهددة بالانقراض. تمام. يعني دكتور، المهدد بالانقراض يجب أن نقوم بالعمل على حفاظ عليه، لأن هناك بعض الأحيان حصاد جائر يعني غير مدروس، لذلك يعني يسبب التخلص من هذا النبات على بالكامل. هناك طرق مفيدة للحصاد تحافظ على النبات وممكن استثماره بشكل دوري، خاصة النباتات البرية ما نتحدث عنه. تمام دكتور، الظروف يلي العامة اللي عم تعيشها سوريا بتأثر كمان على هدول النباتات، يعني كمان في ظروف مناخية، ممكن في تلوث صار بيئي، يعني في عوامل ممكن تأثر على هذه النباتات. تمام، هو من جمال النباتات أنها يعني هي من تقدم لنا ما نسميه نحن تنقية الجو. تمام. فعمليا هناك تضرر طبعا في هذا القطاع في بعض المناطق التي أصابها الإرهاب، ولكن إن شاء الله يعني كله سيتعافى، وسوريا أساسا إن شاء الله تعافت وتتعافى بقيادة الدكتور بشار الأسد، وتحياتنا هون للجيش العربي السوري الذي حمى هذه الرقعة من الأراضي المباركة. ونحن نستطيع من خلال هذا العمل الذي قام به الجيش أن نتابع عملنا في حماية النباتات الطبية. إذن يعني هذه النباتات اللي هي ضمن محميات خلينا نقول ستكون سيحافظ عليها، هناك تنوعات معينة تخص سوريا يجب الحفاظ عليها هذه النباتات. الأمر الآخر اللي هو النباتات التي نحن يجب أن نشجع زراعتها، يعني مثلا أكليل الجبل نحن في البيت ممكن نزرعه بشكل مفيد والاستفادة منه كنبات في عدة مناحي، سواء في الحياة العملية أو في كمضادات أكسدة أو في صناعة الدواء فيما بعد. يعني وهناك ممكن بأي مكان نحن نقوم بزراعته، وجو مناسب. يعني هناك تجربة في اليابان لزراعة أصص في على كل المباني، فلماذا لا تكون لدينا تجارب مماثلة لاستثمار نباتات حتى في المنازل؟ يعني نحن هي ممكن تشكل حاجة المواطن وبنفس الوقت يكون قادر يقوم بالمنزل فيه ويزرعها. يعني طبعا طبعا بأصص، ممكن زراعتها بأصص، وهذا الكلام نحن تنوع المناخ السوري هو من يساعد هذا الموضوع، لذلك يجب الاستفادة. هناك نباتات أخرى الحقيقة يعني منتشرة بكثرة كبيرة، مثل الزوبع مثلا في الريف الساحل، فممكن الاستفادة منه في كمضادات أكسدة، كأدوية لطرق تنفسية، واصطناع بعض المركبات، زيوت العطرية وغيرها من المركبات اللي يمكن الاستفادة منها. أيضا على سبيل المثال هناك الوردة الدمشقية، الوردة الدمشقية مثلا في قرية المراح هناك تجربة مهمة جدا لاستكسار هذه الوردة، ونأمل نحن أيضا أن يتم نقل هذه التجربة إلى أماكن أخرى. طبعا هناك الفستق الحلبي الذي يمكن استثماره غذائيا وطبيا أيضا، حتى مخلفات الفستق نقوم بدراسة استخدامها في صناعة مركبات فينولية ضمن كريمات لحالات للعناية بالبشرة لمشاكل الليشمانيا المنتشرة، والحقيقة يعني أظهرت الدراسات نتائج مهمة جدا ومبشرة. لذلك نحن نتحدث عن غطاء نباتي منتشر طبيعيا في سوريا، وهناك إمكانية لاستكساره طبعا دون أن نؤثر على المحاصيل الاستراتيجية. لذلك هناك تعاون مع الاتحاد العام للفلاحين، مشكور طبعا
زميل رئيس الاتحاد الرفيق أحمد صالح الإبراهيم آزرنا في هذا الاتجاه، ونحن نعمل معهم على الوصول إلى صيغة من أجل تدريب الفلاحين على إمكانية زراعة واستثمار النباتات الطبية في أراضيهم دون التأثير على المحاصيل الأخرى والاستفادة منها خلال فترات السنة بشكل أن يكون هناك دائم الخضرة في بعض النباتات دائمة الخضرة الاستفادة منها. إذن هذه الثقافة، هناك دول قامت بتجارب المحصول هي بدها جو جاف يمكن أو تمام صحراوي حسب موجود حتى نحن عنا مش عم بقولك تنوع الجو، نحن عنا في كذا نبات ممكن ينمو، يعني نحن عنا عدة مناخات في سوريا في الداخل أو في الساحل أو في المناطق الجنوبية في الجبلية، هناك تنوع مفيد جدا لنمو النباتات. فمثال في هذه التجربة يتم أخذ هذه المركبات من قبل جهات يعني تقوم باستخلاص المركب الفعال وتحويله إلى منتجات، مما يعود بالفائدة على الفلاح ويعود بالفائدة على الدولة ويؤمن قطع أجنبي، وهذا نحن ما حقيقة نسعى إليه، ألا يتم الجمع بشكل عشوائي. لذلك هناك مثلا عمل من خلال نقابة الصيادلة مع المرأة الريفية للوصول طبعا إلى إمكانية يعني جمع النباتات بشكل صحيح. يصير في تدريب ممكن يكون في يصير تدريب مهني للفلاحين والمرأة الريفية لزراعة هذه النباتات وحتى لقطافة حقيقة، يعني ما تتفضلين به نحن حاليا يعني نعكف عليه منطقة القدموس، هناك منشط بيئي لوزارة البيئة والإدارة المحلية والبيئة، طبعا مشكور السيد معاون الوزير الأستاذ وضاح قطماوي يعني آزرنا في هذا الموضوع، سنقوم بالتعاون مع الوزارة باستهداف المرأة الريفية في المنطقة لتدريبها على كيفية تجميع النباتات الطبية المفيدة للصناعات الصيدلانية، وليتم فيما بعد بيعها في بشكل يعني محفوظ بشكل أنيق للجهات التي تقوم سواء معامل أو غيرها من المخابر التي تقوم باستخلاص المركبات واستخدامها في الصناعة. ويعني حقيقة التجربة عم تنتشر، يعني أيضا مدير صحة طرطوس يعني مشكور دكتور أحمد عمار آزرنا في بعض القرى التي تتميز بنباتات معينة، بمعنى أن نحن ممكن نحن يكون في عنا قرية لها شهرة في نبات معين، مثلا ميرامية، مثلا إكليل الجبل، خلينا نقول الزوبع أو غيره من نباتات الزوفة، أن نقول بأنه هذه القرية هي قرية الزوفة، فنقوم بتدريب الأهالي على يعني استكسار الزوفة أو مثلا زراعة هذه النباتات، الهدف من الوصول إلى يعني كميات تكون تجارية مفيدة للاستخدام وتفيد أيضا الأهالي والجامعي الأعشاب. دكتور، ضمن مبادراتكم والتعاون بين جهات كتير كبيرة، في خطط تانية عم تسعوا لها عم تركزوا عليها للمستقبل كمان مثل هيدا المبادرة؟ تمام، نحن الخطة الثانية يعني بالتوازي مع ذلك هو البحث العلمي. الحقيقة الاستكسار بدون بحث علمي لهذه النباتات هناك في مشكلة، لذلك كان من هنا أتى التعاون مع وزارة التعليم العالي، ومشكور سيد وزير التعليم العالي والسيدة معاونته، لأننا سنقوم بجمع جميع يعني الدراسات التي أقيمت في الجامعات السورية سواء ماجستير أو دكتوراه أو مشاريع تخرج أو دراسات لزملاء أعضاء الهيئة التدريسية حول استخدام هذه النباتات الطبية السورية وتحويلها إلى الشكل العملي، بمعنى أن لا تكون دراسة نظرية فقط، تحويلها للجانب الاستثماري. يعني نحن مثلا اكتشفنا فائدة في نبات الزلوع مثلا، استثمارها في الصناعة الدوائية. اكتشفنا مثلا أن هناك دراسة على نبات مثلا حبة البركة المنتشر في سوريا، استثماره في الصناعة واستثماره في الطب واستثماره في الصيدلة، وهنا تأتي أهمية التعاون يعني والمبادرة التي يعني تجمعها جمعية النباتات الطبية. تمام، هالمبادرة بلشتوا العمل عليها وعم تشتغلوا، امتى ممكن النتائج اللي عم تحكي عنها دكتور امتى ممكن تلمسوها؟ هلا الحقيقة المبادرة من خلال مثلا في ريف حما، وهنا نوجه التحية والشكر لجميع يعني
فرقاء في حماه، سواء من فرع النقابة أو مديرية الصحة أو السيد المحافظ أو حتى الفريق العام الذي قام بشكل متناسق بزيارة بعض الأرياف ومديرية الزراعة وكلية الصيدلة بجامعة حماة. تمت زيارة الأرياف مثلا في مصياف، في بعض مناطق سلامية، في بعض مناطق أخرى، تم جمع البيانات، تم جمع عينات من هذه الأعشاب. الآن يتم العمل على يعني خلينا نقول نحن عمليا جمع هذه العينات، سينتقل من خلاله معرفة ما هو التنوع من خلال علماء التصنيف الموجودين بسوريا فرز. والتعاون معهم، ومن ثم تحقيق هذه الفلورا كما يعني تحدثنا في البداية، والوصول إلى الأطلس الذي سيكون مهماز لعملنا، لأنه وجود الأطلس سيساعد المستثمرين كخريطة للاستثمار. يعني نحن اليوم في هذه المنطقة يجب أن نعتمد على هذه النباتات في الصناعة. يعني ما لازم نحن كل مركب نحن نجي نستورد مركباته الطبيعية من الخارج، إذا عندنا نحن مواد أولية ممكن الاستفادة منها فهي بتكون باكورة العمل، ومن هنا يكون هذا التأشير. لذلك التعاون سيكون فيما بعد مع هيئة الاستثمار ومع تنمية الصادرات بهدف أنه نحن نحول هذه المركبات من مركبات يعني أولية إلى مواد نهائية يتم تسويقها بالقطع الأجنبي وتصديرها إلى الدول المحيطة، وذلك بهدف الحصول على فائدة خلينا نقول نحن من الميزان التجاري أو الاقتصادي. نعم، يعني قديش مهم دكتور شادي بظل هيدا الظروف أنه نكون مهتمين، الجهات مهتمة بحماية هدول النباتات يلي طبعا قيمتهم كتير كبيرة ودول أوروبا بتفتقدهم. يعني نحن مثل ما حكينا أنه تنوع مناخنا هو بيساعد أنه نزرع هذا الشيء، فنحن منورد لأوروبا. قديش مهم بهيك وقت أنه نحافظ، يكون من أولويات الحفاظ على هيك نباتات. حقيقة أو يعني مثل ما تفضلتي حضرتك، يعني هو من الأولويات ويشكل دخل خلينا نقول يعني اقتصاد وطني، بدعم الاقتصاد الوطني. كنا في تونس كان هناك مؤتمر للعلاج بالأعشاب الطبية. يعني تونس بحجمها صغير وبمقدراتها خلينا نقول النباتية، يعني هي تونس يعني تحتوي على مثلا تنوع من النباتات الطبية ولكن ليس مثل سوريا وتنوعها الكبير، ومع ذلك هناك اهتمام شديد جدا، وتم عقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع وجلب الكثير من الخبرات للاستفادة منها. لذلك نحن هناك نية أيضا أن يكون في إن شاء الله بنهاية العام سيكون هناك مؤتمر دولي للطب التكميلي أو الطب البديل والعلاج بالنباتات الطبية، سيتم يعني جلب الخبرات من فرنسا، من الهند، من الصين، أيضا من بعض دول شمال المغرب العربي. الهدف دراسة متكاملة ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية من أجل تأطير مهنة المعالجة بالأعشاب، لأن هناك مشكلة، هذه المهنة لا تزال خارج الإطار الرسمي والقانوني، العاملين فيها يعملون بشكل خلينا نقول فردي وليس هناك ترخيص لهذه المهنة. نحن نسعى في الجمعية وبالتعاون مع الفرقاء للوصول إلى إمكانية تدريب لهؤلاء العاملين في مهنة العطارة، و يعني اعطائهم معلومات علمية صحيحة للقيام بعملهم وأداء عملهم بشكل يعني أكثر علمية، وما يصب ضمن ما نسميه الطب العربي الذي تفضلت به في بداية الحلقة. نعم، يعني دكتور جهود كبيرة عم تبذلوها، أكيد كل التوفيق لكم وإن شاء الله بتحققوا نتائج ملموسة، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أكيد بنتشكر وجودك معنا دكتور شادي الخطيب، دائما بيكون عنا مواضيع حلوة كتير وبتفيد المشاهد. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا كتير لك. شكرا. أما هلأ سالي رح ننتقل لفقرتنا التالية وبهدف تعالي.